ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. وقال رسي والأفريا ونقال ميان إلا يقال رسي ونقال قير ناشا يطير رسي ورسو القير على أسير ما هي كسوب بحيين أو يكاكين على أسير بوحيو. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليا ما أنتوا هم كجنا بشي بركة سنة رمضان وحدود جيدان وهو يوين هل ما هل ما هن وبقلال ما أنتي حلو وبا هذا بناي الجوعان بشي بركة هذا بشي خير كي الجوعان ما أنتي وحلو جم لقد دعيس لها وحلو جم ما أنتي إله سبحانه وتعالى اللي قد وان لها وح الله بحضه سيدا درتيد الله يدين بركة يو ما موين كاسي صومن ما رت الدقة ما أنت أباها إن إلا أفريو ولا لي المحوح ويستان ما أنت جابك والله واحد كويس وتحرام بيكون غنيسة صابت وحيتة ما أنت ذاتك أباها بدن الله يدين بركة هاي مع سلوى وما شاء الله ما قاعة نور حي الحسين ما شاء الله هاي نور تذكر ولا لها برامج كان سودي بت ما أنت كأفريو ما حد لي هذا هاي وحال قرر رسية وان أفريان وانو كالميان إلهي قير رسية ورسول قير قاشة قير رسية ما شاء الله الله إنك أقبل ولا ليال الله إنك أقبل سيدوك إن شاء الله تعالى هو يدان ولا لها الدن وذاك أي أفرني يعني مرك إن شاء الله تعالى هو مع سودة إن شاء الله ما قاعة ما قاعة مسلم موسى وابلع ما شاء الله هو إن شاء الله تعالى محل هذا ولا عليه مسلمين تا مال كان صوص دقيستي ما أنت كوافري محل هذا الحمد لله ما على مغرسور قير على أسير ما هي كسب بحيين أو ككينة على أسي بوحيو ها رب آمين 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 ولا ليال فرينتان ودن بيس وحيتاي كوا سمانت وحن كرباهن وحول بومانت أد أودان كسو بحي الله يدين بركة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تضوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى هل كان وحان دعاء هو أمرنا أيدينا إن شاء الله تعالى ذهب محمد معه ومصيبة رباني أي كو قبصتي بيت كلاه سبحانه وتعالى حرمك يدعو عمره سنيسة ما إله سبحانه وتعالى خير أيو كو تلقى لي مدك وضو حيتهي نبي صلى الله عليه وسلم وحولي أي عمرة في رمضان عمرة العمرة يستبشر رمضان وحي لم يتهي حج أنا لي لحجي أنا يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام حج لي لحجي بين لم يتهي عمرة العمرة يستبشر بشهر رمضان هرت فلقة سواد هاي ستاع ونبي صلى الله عليه وسلم أدل حجده أي كعادة جنتهاي سدوا كل النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إذا حب الله إله سبحانه وتعالى دون كيسة دوج على الله عجل له العقوبة في الدنيا الدون كحوص وهرمريا عقوبة دنبجة يعني أيها الله قد غيا قف كمرك إله سبحانه وتعالى وامتحانه إله سبحانه وتعالى دنبته كترتريا سيدا درتيد نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي عجبا لأمر المؤمن والنبي عليه السلام وحال لي يابي أرنك مؤمنك أرنك مؤمنك بعجب يا وحال لي يابا هذي صابت وامحي إن أمره كله له خير أمر كيسو ننوى خير سيداكو تهي إن أسا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أرنك أسن مهلا يو أو مسقنان إلا غف مؤمن ما هني مدكو وامحي إن أصابته سراء شكر فكان خير الله هذه برواغ أي أصيبته إلهي ونعمه مؤمنك وكو شكرين يا خير بأن غنيسا وإن أصابته ضراء لبعات المصيبة هذه كل أعضنا صبر وكو صبر يا فكان خير الله خير بأن غنيسا مرك إن شاء الله تعالى معان إلهي سبحانه وتعالى أكون بيريو إلهي سبحانه وتعالى دم دافع الله كأغدقو إلهي سبحانه وتعالى باكو جعل هذه وامتحان أذيب ما أنتي حجك الجوغة أو عمري السنة يا إن هذا إلهي سبحانه وتعالى وكسي امتحانه وحي كدق انتهي وجعل إلهي سبحانه وتعالى وكوغل هذه قفل جعلها لامتحاناي كل صبر إن شاء الله تعالى سيدا جيتك غلالي أي علينتو أغهبطو سيدا ساقفك لدباتي
ay maanta dunuubtu ay uga hoobataa ilaahay subxaanahu wa ta'aala digana noo soo ducee in ilaahay subxaanahu wa ta'aala baladka ilaahay uu qaboojiyo ilaahay maanta dimiraaf uu siiyo adiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku naxariisto ilaahay dimiraaf kaaga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'aala tii soo boogadayta oo waqti raso caafimaada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo biin ilaahay baari nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ما نغصت صدقة ما نغصت مال من صدقة يعني صدقة ما رح كون نسخامسه النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا وكل أرتي وحوجه رئيسة إن صدقة أي سن مال رح كون نسخامين وحول ب وأطلب بحضو وأتفي سيلة وأطلب بحضو ولي بقى أي ما أنت مدن تأيضا بالرمضان وجدوا أطلب بحضو وحمارة تكقيهم بدن هميراتي مجرتو سيلة درتيد ولا لك أسمارتي كينان إن شاء الله تعالى برت أنت كحرن حان شاء الله تعالى وباغيا إنك غيب غاتان سدوا كله نبي صلى الله عليه وسلم وحقو يري وحديثكم حديثا فاحفظوه شاكنا وان خير شاكينا ياي شاكدا سيحفديا نبي صلى الله عليه وسلم وحقو تلمامي الدنيا أفر غفا اسكله الدنيا وحقو سقناتي أفر غفا اوكرية قفك كوادو حواي قف إلهي سبحانه وتعالى وسي مال علم وسي مال وسي علم وسي علمي الله سبحانه وتعالى يوغا بغيا إلهي بكو عابديا مالك إلهي سبحانه وتعالى وسينا ودول بو خير أيوكو بحنيا ودول بو خير أيوكو بحنيا ومارتي باغو كسو ييرو نبي صلى الله عليه وسلم وحيولي قف كاسي وأفضل المنازل باس لدغو إيا ميل لدغو وحاوغو فلقا بضن وماشاسي قف إلهي علمي إيا مال سكودري علمي إلهي سبحانه وتعالى كبغيا سيدو أكلم مالكي سنة إلهي سبحانه وتعالى ودول بو خيرا كن بحينيا وبوسك وفي عن إغف بن عادن ودقو حديث من أسلام وكل إيهي نعمة مال الصالح للعبد الصالح وحن نعمة إيه برواق الله هذي مال وناكسا وقف وناكسا قعنتي سكجرة مارك أفرت غفة الدنيا سكالا هيد قف هو متكاس متكا لباد وحاواي وقف إلهي سبحانه وتعالى علم بوسيي لكن مال مسين علمي إلهي أبو مارتك أبغى يا ما لكن ما يستوى حلبه لكن سوحن يدك ليهاي هذان ما الله هلها ولكن قيمها بنا مالك يسدينك إلهي كبحيي مالك هل كاسم كبحي لها هل كاسم كبحي لها مساجد بوديسي أنا هو عندي سلها دكسي بوديسي أنا هو عندي سلها ده مساكين بو مارت أغيبي أنا هو أغيبي لها نبي صلى الله عليه وسلم وحيد فهو بنيتي نيدي سكوت تغيهاي فأجره ما سواء أجر كودو السمية أجر كودو لبدو السمية صارت وعم حي نيدك ولا لوبين كان مال بوها يستاوي بحيي كان مال ما يستر لكن نيدا أيو خيرك جعليه قفك صديحات وقف إلهي سبحانه وتعالى أوسيي مال بوسيي لكن علم لمسين ما دام علمي اللي قد مال السيي مركز مارتي فهو يتخبض في مال الله بغير علم مال كيسي أيو عكوب بحينيا علم الدراء مال والبو حمانه مال والبو منكر ايو مالك سوادك سنه يا نبي وحي عليه الصلاه والسلام فهو اخبث المنازل مال لدغه ماشي وليده تو ماشي وليده تو علم لمسين مالكينا وحي كبخينيا مال حن او الله سبحانه وتعالى سرالي كاين قف ودنبه وحا واي علمنا لمسين مال لمسين لكن سي اسغ وحو سمينيا اسغ علمي لسنوت علم الله كو عمل فلم ما هيستو كو عبادهست ما هيستو مالك مال لمسينو لكن نيده wuxuu ka taageersan yahay kii maaratay maalka kii xumaa ee maalkiisa ku bixiyay meel Ilaahay subxaanahu raali ka ahayn markaas wuxuu sameeyay wuxuu leeyahay hadaan maal la halaha ninkii hebel aha ee maalkiisa ku bixin taas meel xumaan ku bixiyay ayaan ku bixin lahaa maal lama haysto nabii xudu cali sallallahu alayhi wasallam fa wazdruhu ma sawa dambigoodu wuu sameeyay maxay tahay meeshay ka walaaloobeen waa niyadaas walaal maantay waxa la doonayaa hadaan wax la bixi kartana wax la bax hadaan la bixi karina niyada ka jeclaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajr buu ku siinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Tabuk markii la baxay ee saxaabada oo dirtiisa antay halii geela u bireeyeen ay maarato kaliya hilibka ma rabaan caana ka ma rabaan kaliya waxay ka rabaan uuska maaratay naafkaasi geela in antay miirtaan biyo ka dhuuqaan waa oon meesh ku gaaray rag sidaas ah haddana rag magaalada Madiina joogay ayaa ku ajar ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna bil madinati la rijalan magaalada Madiina rag baa joogay ma surtu maysaran wadan ma goysaan ha socod ma socotaan wala qadacatu wadiin
تقنا مجيحدان إلا كانوا معكم محايل معيقين يا هاين معيقين محايل هادين نيرين كلاولا لبين ما المهيسن لكن سي نيرين كجي اللاين إني كغيب قلان دقال كي تبوكا عيوغو قولو قودو جوغه باعجر كلو غراي هادي آذن مالكا دين كلاي آذن مالتا كبحين كلا آذن هيسن نيرين كتاقير إن شاء الله تعالى ولالكا سقيمها بضان النصاب وغضي آذو ماسي إن شاء الله تعالى ولالكا خير كفافين أنا والا تاقيرا ولالكا سي تاقيرا ما أنت ما أنت إيها سعي منكراتك وفافين لهذين إن هذا خير كفافين محايدين دي دي الله يذن بارك إن شاء الله تعالى ولالكا سقيمها بضان آذو ماسي هاي آذو كنو تاقير إن شاء الله تعالى وحي مركز واربحين إيه برامج كاس كساب سن عفورينت ولالا دينار تانا إن شاء الله تعالى إسلو بيج كاس أيا اللهم بارك مارتي أرك الله صادقا إن شاء الله هل كاس كسو طور إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم يا من ألوذ به ليقبل توبتي. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحم عبيدا قد أضرب به السقام إني أتيت لباب عفوك أرتجي منك الدواء لضر قلب مضطرم منك الدواء لضر قلب مضطرم ناجيت ربي والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم إني جأرت وقد غرقت بلجتي وتقطعت كل الحبال من الأمم إني الحزين وعبرتي مخنوقة كسرت مجادي في وعودي قد ثلم كسرت مجادي في وعودي قد ثلم تاهت خطايا ولا دليل يدلني والغم دك حشاشتي والبؤس طم رباه إني قد يئست من الورى وطمعت في كرم تجازي من كظم وطمعت